كعائشة من دار البيضاء. العائشة ألو، صباح الخير وربحو التيسير. صباح النور، كي صبحتي؟ عيد مبارك سعيد إن شاء الله. الله يبارك فيك، بسم الله إن شاء الله بصحة وسلامة. يا ربي كل أمنياتكم كلكم الطاقم كله ديال مدينة اف ام إن شاء الله. يا ربي يا ربي يا كريم. باقي الكفتة ولا نعطيك واحد؟ باقي الكفتة تفضلي. باقي الكفتة غادي نعطيك واحد الكراتان كيجي بالشعرية والرز، كيجي زوين بالشعرية الشينوا ديال الشينوا. كنشدو على هذيك الكفتة الصينية والرز. اييه دابا تبارك الله عيات كلهم كيعرفوا الكفته راه كتشد التوابل ديالها، والبصيلات هي كنشدوها نشحروها مزيان وكنحطوها على جناب. كنشدو الرز كنسلقوه تاو شويه المليحه وش واحد ريقه سيدنا موسى وواحد دريس تاع الثومه صافي كنحيدوه حتى هو. كنكونوا سلقنا الشعريه، كنسلقوها الشعريه كنديروها في الماء بارد، كنديروها في الماء بارد ملي بغينا نخدموا هذه الوصفه كنديروا الشعريه في الماء بارد وكنخليوها حتى تطلق مزيان صافي كنهزوها كنقطعوها باش تجي متفركه في هذا ما كتجيش مع الصدى صافي. كنجمعوا هاد وكنشد واحد الرطه ديال لي زيبينا هي كنغسلوها مزيان 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 وكنشعدو نشحروها في البقله كنقطعوها طريفات نديرو لها التوابل ديالها كنديرو لها المليحه وشويه البزار صافي هادشي اللي كنديرو فيها وكنديرو فيها شويه الزيت وكنسوطيوها صافي. كناخذو المول ديال الكراتان كنشدو كنديرو تفريشه ديال الرز وكنديرو ديك الكفته كنديرو التفريشه ديال الشعريه كنعاود نزيد ديك الكفته والتفريشه ديال الرز والشعريه وكنحكو الفرماج من الفوق وكنخوي عليهم داك البيشاميل صافي. كندخلوها الفران طيب راه كتجي غزاله. ندخلوها نحاول الراحه الفران اييه وكندخلوها الفران ملي كطيب كنخرجوها نقدموها سخونه للوليدات ديالنا ان شاء الله. كتجي زوينه ما بين الرز والشعريه وكان عندي واحد الصبيعه